البرلمان، لأن البرلمان النهاردة كان عنده كده مجموعة من الأخبار، منها الأخبار اللي نقدر نقول عليها يعني ملفتة، ملفتة لينا كلنا. ليه بقى؟ لأن في بعض الاقتراحات من لجنة الدفاع والأمن القومي بسحب الجنسية من بعض المواطنين المصريين وقت ما يعني يتم إثبات أن هم تعرضوا لعمليات إرهابية، ده أولا. والعكس، ان في لجنه حقوق الانسان، لا مش لجنه حقوق الانسان، لا في لجنه تانية كمان اقترحت، ان اللجنه الاقتصاديه اقترحت ان يتم منح الجنسيه لاي واحد غير مصري بيشارك في اعمال اقتصاديه. هو السؤال، هو بيشارك في اعمال اقتصاديه يعني هو بيشتري الجنسيه بالفلوس اللي هو بيدفعها، ولا المفروض ان هيبقى في اسس بقى وقواعد صارمه ومحدده على الاساس ده انت ممكن تاخد الجنسيه او ما تاخدش الجنسيه؟ تاني حاجه، هي الجنسيه ادفع قرشين خد، على فكره ده انت عليك اتهام هناخدها منك تاني وامشي اطلع بره، ولا هي الجنسيه عباره عن ايه؟ احنا مش ضد فكره ان اللي متورط في عمليات ارهابيه يبقى له عقاب شديد، ولو وصل الموضوع لسحب الجنسيه مش هي دي الحكايه، لكن السؤال اللي في ذهننا يعني ايه ادفع قرشين اخد الجنسيه بتاعه البلد؟ والقرشين دول في صوره ايه بالظبط؟ في صوره مشروعات، ولا في صوره اشتراك سنوي مثلا، ولا عامله ازاي؟ ما هي دي برضو من ضمن الاسئله الغريبه جدا. وبعدين حاجه تانية خالص، لجنه الصحه بتسعى جاهده لان هي تلغي حاجه بقالنا سنين بنسمع عنها، اه صحيح بنشتكي منها، لكن كون ان يتم الغائها برضو موضوع لفت انتباهنا. العلاج على نفقه الدوله، لجنه الصحه عايزه تلغي العلاج على نفقه الدوله، شايفه ان العلاج على نفقه الدوله ده هو اللي بيفتح ابواب للفساد كتيره جدا. طب وبعدين؟ يعني احنا بدل ما نقضي على الفساد بنقضي على الامل اللي موجود عندنا؟ طالما ان الامل ده بيفتح عليا ابواب فساد انا هقفله خالص، مش عايزين حاجه منه خالص. هنروح فين وقت ما يبقى فيه الغاء العلاج على نفقه الدوله؟ دي من ضمن الاسئله، طالما ان في اقتراحات كثيره جدا ومشروعات كثيره جدا. معانا دلوقتي النائب محمد انور السادات رئيس لجنه حقوق الانسان، والنائب محمد انور السادات كان من ضمن الرافضين لفكره سحب الجنسيه واعطاء الجنسيه، بس نسمع منه تفاصيل اكتر. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. هي الجنسيه هتبقى رايح جاي ولا ايه؟ خليني الاول ابدا بموضوع الصحه يعني، لان ده اللي بيهم المواطنين، وبعدين نتكلم في الجنسيه. لا، والجنسيه برضو موضوع مهم والله. طبعًا. جدا طبعا طبعا. لا انا قصدي الصحه. ليه؟ لانه مساله العلاج على نفقه الدوله ده انت عارفه ده بيغطي ناس غلابه كتير جدا. قبل ما نتكلم في الغاء العلاج على نفقه، يبقى نعمل نظام تامين صحي شامل، و نحسن الخدمه، نجهز. انما النهارده هلغي العلاج على نفقه الدوله مهما كان النظام بيشوبه يعني. وانا عارف ان وزاره الصحه الان اصبح موضوع العلاج على نفقه الدوله بقى معمول بكود، ما بقاش فيه اي مبالغ بتذكر، فما بقاش فيه. ممكن نعلي صوت التليفون لو سمحتوا؟ انا بتصور دي مساله يعني كل الساده النواب اللي بيطرحوا افكار حقهم طبعا، لكن الاول يبقى عندنا البدائل اللي تقدر تغطي الناس اللي احنا بنشوف حالات يعني حاجه تحزن ناس مش قادره. فدي مساله انا بشوف انه لا يجب الـ يعني التسرع فيها ما لم يكن لدينا نظام تامين صحي شامل يشمل الجميع كما الدستور يعني اقر. ما هو بالظبط، ما هو ده اللي احنا بنقوله، لكن بقول اصل دي بتدخل فساد فهقفلها خالص وما عنديش بديل، يبقى احنا بنعمل ايه؟ لا لا لا، انا اعتقد ان يمكن ده اجتهاد من بعض من الساده النواب، حقهم انهم يجتهدوا، وانما انا بشوف انه من الان صعب تطبيقه ما دام ما فيش نظام بديل. وخصوصا انه كل الثغرات اللي موجوده في نظام العلاج على نفقه الدوله من التجارب ومن الخبره بيتم سدها وبيتم علاجها. دي جزئيه. اما بقى الجزئيه الخاصه بالجنسيه، طبعا انا برضو مندهش، احنا مش دوله يعني جاذبه للهجره، احنا مش كندا ولا استراليا ولا مثلا بعض من البلاد اللي الناس بتشتري الجنسيه بفلوس. لا، احنا الموضوع احنا عندنا الحمد لله 90 مليون وزياده، ويعني ما احناش محتاجين جنسيات، دي بينظمها الدستور والقوانين. حد عندنا جاي عشان نشجعه يستثمر، ده جاي يستثمر وهيكسب.
اقدر اديله تسهيلات في تملك، اقدر اديله تسهيلات في اعفاءات، لكن مش اديله تسهيلات اديله جنسيه. لا وبعدين في حاجه كمان، معلش يا استاذ محمد، يعني انا لو اديت له جنسيه يبقى بعد كده من حقه ان هو يروح سينا، ويبقى هو كمان واخد حق انتفاع لاراضي سينا، هيدخل بقى في حاجات تانية كتيرة جدا. لا واكثر من هذا، يعني هيبقى بالنسبه له الوضع يعني وضع يعني بنحمل نفسنا ما لا طاقه لنا به من ربما جنسيات مختلفه ربما. فالموضوع ده موضوع الجنسية ده موضوع معقد مش سهل، بيحكمه زي ما قلت الدستور وبيحكمه قوانين. إنما نشجع الناس اللي تيجي مفيش مشكلة في إن احنا نديهم إقامة طويلة، إن احنا نقدر زي ما قلت نعمل تملك في الشقق في الأراضي في عقارات بطريقة معينة في مناطق معينة. إنما مش أي واحد هيجي مثلا يعني يحط مليون ولا عشرة نديله الجنسية يعني، وبعد كده تبقى الجنسية بكام السنة دي؟ يعني لو احنا عملناها بالمنظر ده بالظبط هندخل بقى في بورصة الحصول على الجنسية. هو يمكن بعض من السادة النواب ربما زي ما قلت يعني بيجتهدوا على أساس أن الوضع الاقتصادي وضع صعب، فعايزين يعني يشجعوا. بس أنا شايف نشجع بس التشجيع بحدود، والتشجيع ليه أصول برضه. لا لا متفق معاك متفق معاك. فأنا أعتقد أنه يعني دي كلها أفكار مطروحة للنقاش، لا اعتقد ان هيبقى فيها فرصه الى ان يتم الموافقه عليها. نعم، النائب محمد انور السادات رئيس لجنه حقوق الانسان، شكرا جزيلا لحضرتك.